السلام عليكم. صباح النور. إذن الإخوة مزيانين صحيحة، كل شيء في أمل الله وحفظه. هاد النهار بالي البلان ندير هاد الفيديو على هاد البوشيطة، تصور باش تصور من تحت الماء، حيت خديت الكاميرا ديك الكاميرا اللي من تحت الماء ما خدمتش مزيان، ما عطاش الكاليتي نتاع التصويرة ولا شارج ما كتشدش. هاد النهار قلت نسيي هاد البلاستيك، هادي الثمن ديالها 30 درهم، غادي نسيو بها هاد النهار ان شاء الله، وغادي نشوفوا الفيديو كي غتصور به، وديك الساعه نوريكم حتى الفيديو باش اللهم يغامر واحد ولا نغامروا كاملين. حنا غادي نديرو فيديو ان شاء الله بها، ونطلبوا من الله الخير. غير هي هادي باش انا قلت ربما راه خدامه مزيان، ديري لها ثلاثه نتاع هاد الفرانات هادو، وعاد كتطوى هكا وكتسد. المهم حنا غنسيو بها ونطلبوا من الله الخير. دابا تشوفوا الفيديو نتاع التصاور من الدار ان شاء الله. يا الله الله عاون. يلا واحد جوج. هذا حسين. اجي 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 سبك 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 سبك. هذا يكون رقم طابع. شكون هذا؟ يلا يلا هبط 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 هبط. السلام عليكم. نكملوا الفيديو ديالنا كما قلت قبيله، كما شفتوا الفيديوهات نتاع من تحت الماء. المشكل تاع هاد البوشيطة هي كتكوانسا في الماء، فاش كتدخل التليفون لداخل في الماء كيتكوانساو لي دوش. خصك دير فيديو من الفوق، خصك دير فيديو من الفوق وعاد تهبطو للماء. المهم على كل حال دير فيديوهات. أما أباري فوتو ما خداماش، أباري فوتو والو ما خداماش. المهم على كل حال احسن هذه احسن من الكاميرا اللي نتكلم، وطلبوا من الله الخير.